لسه لقانا معي وين ما انتهاش، وبعد طول غياب عن الساحة الغنائية رجع لنا تاني بالألبوم الجديد يا ميت نورت، واللي احتفل بطرحه من أيام مع شركته وفريق عمل الألبوم. إيوان كلمنا أكتر عن الألبوم ده وأسباب غيابه عن الساحة الغنائية في الفترة الأخيرة. ألبوم يا ميت نورت بيضم 13 أغنية تنوعوا ما بين اللهجة المصرية واللبنانية، بيرجع بيهم إيوان لجمهوره بعد فترة غياب طويلة. يا ترى إيه كان السبب؟ مشاكل العقد القديم مع الشركة القديمة، وإحنا اشتغلنا 6 سنين وبعدين حصل مشاكل في الشركة وأنا معرفتش أفك لغاية ما خلص العقد ومضيت مع مزيكا برضو. الألبوم ده خد سنة ونص وأكتر تحضير، فده أخر المواضيع قوي. أما عن أسباب اختياره لأغنيته على البال يوماتي لتصويرها فيديو كليب، أنا حبيت في جو كده الشتاء ده انزل بعد البال يوماتي كده كصفت، نزول صفت زي ما بيقولوا في الأول، عشان التحضير بتاع يا ميت نورت يكون تحضير مظبوط ينزل خلال شهر 2. بيقدم في الألبوم أكتر من لون موسيقي، إلا إن اللون اليوناني هو الأقرب لقلبه. بميل اللون اليوناني قوي، يعني قول إن شاء الله ابتديت فيه وكان لي يعني كان وشه خير عليا، فحطيت غنوة اسمها ليلة عيد برضو في الألبوم فيها اللون ده. وحتى بحب الملحنين الاسكندرانيين سبحان الله، يعني زي محمود خيامي اللي عمل لي خدتها، ولا تامر علي اللي برضو متأثرين باليوناني. أنا أكتر واحد في الدنيا عايش في اليأس، أنا واحد محبط والفكرة مش فكرة النقص. إنسان على الهامش، ليها مكانة خاصة عنده كونها تجربة ذاتية لإيوان. تعني لي كتير عشان ليها كنت فترة إحباط بفترة معينة، وكل واحد بيعدي بالفترة دي، يعني عنوانها حزين، أنا أكتر واحد في الدنيا عايش في اليأس، وبعدين بيقول جايز ربنا ليه حكمة وبكرة في خير متشالي. كان ليه تجربة وحيدة في التمثيل في فيلم حفل زفاف وبيسعى لتكرارها مجددا. دلوقتي لو جه عرض تمثيلي كويس، ورق كويس المرة دي، وعبر مخرج كويس وجهني بشكل صحيح، عشان انا خبرتي الغنائية اكتر من التمثيلية. إيوان فنان متعدد المواهب، بيكتب ويلحن ويغني، وبنتمنى له النجاح في كل أعماله القادمة. اتبسطت، عملت انترفيو، قابلتكم، وبنفس الوقت اتفسحت وشميت، يعني أنا بقى رايح بيروت بعد شوية، ودعت مصر كده في انترفيو جميلة. ويا ميت نورت يا اللي انت علي دورت.